احيانا كده ممكن تشوف شخص تحس انه خطفك، شدك، قاعد واقف كده متنحله، عمال مبحلقله، نفسك تجري عليه وتاخده في حضنك او ياخدك في حضنه، نفسك يتكلم، ولو اتكلم عايزه يتكلم تاني، هكذا. الشخص ده بقى هو الشخص الكاريزما. تعال معايا، ما يمكن تكون انت واحد منهم، ما يمكن تكون انت شخص كاريزما وما انتش عارف نفسك، او انتي. هاتوا الشاي او القهوة كده، عشان الموضوع ده عايز نسمع بمزاج. وتعالوا نشوف علامات الشخص الكاريزما الساحر، القاتل، الجذاب، واللي حاجات كتير جدا شبه كده. يلا بينا. اهلا باروع ناس في الدنيا، وحشتوني. يا ريت اللي مشتركش اشترك عشان يتابع معانا 6 علامات، واحدة واحدة كده. قولنا فيك كام علامة معايا واحنا ماشيين. اول حاجة، سرد الحكايات بطريقة مسلية. يعني لما يحكي موقف، لما يحكي حاجة، لما يقول قصة في طريقة جيدة، يعني بتسمع له، يعني عايز يقول الحاجة او الجملة اللي بعد كده، يعني بيقدر يخلي اللي قدامه منسجم، بيقدر يوصل من خلال حكيه وكلامه كأن بالظبط انت عشت المشهد، كأن بالظبط انت عشت الحكاية او عشت الموقف ده بنفسك. دي اول حاجة، يا طرف مين يكتب لنا كده ويشاركنا. تاني حاجة، القيادة. شخص عنده القدرة على القيادة، بيعرف ان هو يقود، بيعرف ان هو ما يعني بالبلدي كده، اما يتحط في موقف يسد، اما يتحط في حاجة يملى العين، يعرف يتصرف. مش هنحور يعني ندور كتير على الكلام، اجيب لكم من الاخر. لو اتحط في موقف غالبا بيقدر ان هو يتصرف، بيقدر ان هو يتعامل، ولازم يتعامل. تالت حاجة ودي مهمة قوي، وقبل ما اقولها لكم يا ريت تخبطوا اللايك المتين. لو فيك العلامتين اللي احنا قلناهم دول اخبط اللايك المتين، ولو مش فيك ما تتضايقش مني وتديني ديسلايك متين برضو، اديني لايك متين، يمكن الاربعة الباقيين يطلعوا فيك، بس سبق انت، يعني اعمل الخير انت. تالت حاجة، القدرة على التواصل بالعين. يقدر ان هو، شفت كده، يعني لو هي بنوتة مثلا فتنحت لك كده، فتفهم ان من عيونها معجبة او هيمانة او عايزة تقوم تديك قلمين، او مش طايقاك، او بتعاتبك، او بتبكتك على حاجة معينة. واخدين بالكم؟ عارفين انتوا نوعية النظرات دي؟ الشخص ده بيمتلك الملكة دي، وبيقدر برياكشنات والتعبير بتاعت عينه ان هو يتواصل جدا مع اللي قدامه. يقول لك انا بعرفها من عينيها، انا بعرفه من عينيه، انا بفهمه من عينيه. ومش شرط ان انت تكون بقى عشرة فعشان كده انت حافظه، لا، ده دي كمان تبقى جميلة لو حد ما يعرفوش. يعني ممكن انت كده تبقى مثلا في مكان عام، حد معين يبصلك بصة تفهم من خلال البصة دي، بيحتكرك، معجب بيك، هيمان، بيحبك، عايز يوم يتخانق معاك، مش طايقك، عايز يطردك، هكذا. مش في نوعية من الأشخاص النظرات والعيون بتاعتهم معبرة قوي كده؟ تلاقي البنوتة مثلا اللي عندها الملكة دي موفرة على الراجل اللي في حياتها كتير قوي، هو بنظرة عين بس تقوله اللي هي عايزة توصله ليه. وفي واحدة تانية لو ما اتكلمتش أيامها طين سودة، هفهم منين؟ لا، والمشكلة عايزاه يفهم لوحده، تقول له اعرف لوحدك. طب اعمل ايه؟ مفيش حاجة في عينيكي بتدللي انت ايه اللي جواك، مش فاهم، هكذا يعني. يبقى دي تالت حاجة. رابع حاجة، الثقة بالنفس. شخص واثق في نفسه، مقتنع باللي بيعمله، عنده ثقة في نفسه، مش أي حاجة بقى تهزه، مش أي حاجة تخليه يرجع عن قراراته، مش أي حاجة تخليه يجيب ورا ويلف ويرجع تاني، لا، بيتمتع بثقة داخلية. ومش شرط تكون الثقة بنسبة 100%، يعني حلو لو 80 90 75%، ما دي نسبة كبيرة قوي. يا ترى بقى مين في الأربعة دول لحد دلوقتي؟ اكتب لي في التعليقات، أنا بقرأ التعليقات قوي واحب ان انا اتشارك. الحاجة الخامسة بقى، الصفة الخامسة،
تعابير الوجه نفسها معبرة، يمتلك تعابير وجه غير مألوفة، يعني مش اللي هي المعتادة، اللي حاجات مميزة كده. هو تركيبة وشه كده وملامحه، لا يعني لو غضب يا ساتر تحس لازم يأثر فيك، ولو تفاءل برضه يأثر فيك، ولو اتشائم ولو بكى ولو ضحك. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ تعابير. لذلك تلاقي دايما في الاعلام او في الميديا او في التمثيل دايما بيدوروا على الصفات دي لما يعوزوا ينقوا بطل، بالذات بقى في السينما الهندية والحاجات دي تلاقوا الصفات دي متوفرة جدا. خلي بالكم بيطبقوا الشروط دي، يشوفوا مين في الشروط دي، وتعالى بقى تعالى بقى انت اللي تنفعنا، انت اللي هتشد المشاهد، انت اللي الحاجة منك المشاهد هيفهمها. لذلك تلاقي البطلة بس بنظرة عين كل اللي بيتفرجوا على الفيلم فاهمين هي عايزة تقول ايه، مش كده؟ الجماعة اللي بيتابعوا هندي وتركي يجون هلوا علينا كده وقولوا لنا، مش البطل او البطلة، ممكن مشهد كامل بينهم. خد بالك بقى الاحترافية فين، صامت، ما بتفهمش انت من خلال رياكشنات وشهم والتواصل البصري اللي بينهم ايه اللي بيدور. انت راجل بقى عادي، لا انت دارس لغة جسد ولا حاجة، متابع عادي، ما بتقدرش تحلل؟ ردوا عليا بتقدروا ولا لا، وقولوا لنا بالمرة كده اسم اكتر فيلم بتحبوا ان انتوا تتابعوه، هندي او تركي. انا عن نفسي اكتر فيلم احب ان انا اتابعه فيلم زكرتيتش. الفيلم ده لو حد يعني عارفه يبقى يقول لي ادور عليه فين، لان انا اول مرة اسمع اسمه صراحة. بينا على علامة الستة. خد مني دي وانصحك بقى، لان دي اسهلهم اسهلهم لو قدرت تعملها، الابتسامة بالذات في الوهلة الاولى. اي حد انا لازم اقنعك، تخيل معايا كده انت بتشوف حد لاول مرة واول ما شفته كده ابتسم، ايه اللي بيحصل لك؟ مش بيلفت انتباهك؟ مش بتتشدله كده؟ بتحس ان وشه منور كده، بتحس انه مريح. ما هي الكاريزما يعني شخص مريح، عشان تبقى عارف، مريح الوجه. الابتسامة بترتاح له ولا لا في الاول كده؟ بس مش واحد صدغ يعني لطخ بيعاكس مثلا، لا، في واحدة تبقى ماشية فتلاقي واحد فشخ ضبه أول ما يشوفها تقول هو ده الكاريزما، لا ده لطخ، ده حاجة تانية ملناش علاقة بيها. إنما إحنا بنتكلم على الابتسامة اللي هي المجردة من أي شيء يعني في النص خبيث، ابتسامة كده تحس إن نابعة من أريحية، شخص مرتاح، شخص متعود يعامل الناس بكده، شخص أصلا عايز يوصل لك ان انا مرتاح، فخليك انت كمان مرتاح، اتعامل معايا باريحيه. الابتسامه مهمه جدا وبتدي جاذبيه، واحنا دايما لما كنا حتى بنتكلم في حلقات الجاذبيه والانجذاب والعلاقات نقول الابتسامه افضل مليار مره من الضحكه والكهكهه والهاها والشغل ده. دايما يعني حاول ان انت تدرب نفسك على الحته دي. لو انت مش شخص اللي من الاشخاص اللي بتضحك على طول بصوت عالي، خليك تبتسم على طول، ما يهمكش. الابتسامة دي سحر والله، سحر فظيع. والناس اللي يعني داخلة شوية في العلوم دي ولغة الجسد والاشياء دي فاهمة قوي ومدركة جدا لمعنى وقيمة الابتسامة في التأثير، او في تأثيرها في نفوس الآخرين والمحيطين واللي انت بتتعامل معاهم، ومؤثرة في جميع الأصعدة في جميع المواقف. لو انت قابل حد، مقابل حد كده بيكرهك ومنفس منه، لو ابتسمت يحس ان هو يعني مش فارق معاك وقد كده، يعني يحس ان هو انت مبتسم وبيقابلني يعني يعني ولا اي حاجة كده، ولا خوف ولا تنشنة ولا عصبية، وفاهمين انتوا، ولا يعني متضايق ولا للدرجات دي. انا هوا، هو يقول لك انا هوا للدرجات دي يعني، ما ايه مش مقصر يعني، بس ما تبانش ان هي مقصودة. خلي بالك شخص مبتسم كده للحياة، مش باين ان انا ببتسم لك بعندك يعني. ولو انت بتقابل حد بتحب ابتسم مبسوط ان شافك، يا سلام، تلاقيه منشكح انشكاح ما بعد انشكاح. ولو انت مبتسم في وجه حد ما تعرفوش، ده جدا ممكن يخليه يرتاح لك. واغلب الناس اللي حصل بينهم صداقة
كانت البدايات فيها ابتسامة، ابتسموا كده البعض أول ما قابلوا بعض غالبا يعني. اكتبوا لي بقى كل حد فيه كام من الستة دي، فرحوني كده، عايز كل اللي بيتابعوني واعملوا شير واخبطوا لايك متين وشيروا لاصحابكم وخلوهم يشاركونا، تمام؟ واللي ما اشتركش يشترك. في رقم لحجز الاستشارات الخاصة اللي يحب يتواصل معاه شخصيا في مشكلة حساسة أو ما شابه، واللي لها حل إن شاء الله نقدر مع بعض. وعندنا طبعا احنا بنعمل لايفات كل ليلة تقريبا الساعة 10 على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ومواعيد حلقاتنا بيكون الساعة 8، ولنا مواقع تانية وروابط تانية بدعوكم للاشتراك فيها، الروابط دي عامة في وصف الفيديو أو في التعليقات. وبشكركم جدا على المتابعة.